أنا سلمان العايد من فريق إدارة محفظة المشاريع العقارية. تركز دورنا في الإدارة العامة للاستثمارات العقارية المحلية في العمل على فرص عقارية نوعية تستهدف قطاعات متعددة، من ضمنها قطاع الإسكان وقطاع الضيافة وقطاع الأعمال وقطاع الترفيه وغيرها من القطاعات. تعد مبادرة تطوير الأحياء السكنية أحد أهم أجزاء برنامج صندوق الاستثمارات العامة المنبثق من رؤية المملكة 2030، حيث يطمح البرنامج لتزويد المواطنين بحلول سكنية متنوعة والمساهمة في توطين صناعة مواد البناء والخدمات العقارية. لطالما كان حلم تملك منزل جزء لا يتجزأ من أهم مراحل حياة كل أسرة. في صندوق الاستثمارات العامة أخذنا على عاتقنا العمل على عدد من المشاريع والمبادرات المرتبطة بمستهدفات رفع نسبة تملك المساكن، من ضمنها شركة مجموعة روشن. ننظر للمستقبل بشغف ونطمح لتقديم حلول سكنية مستدامة تساهم في رفع جودة حياة المواطنين، ولتوفير معروض عقاري يشارك في تعزيز تملك المنازل، ولأن نكون معيار عالمي للإسكان. My name is David Grover and I'm the Chief Executive Officer of Roshan. We're a PIF funded company. We want to be the most trusted community developer in the kingdom. Our mandate covers 9 cities and 4 regions. Roshan was established in 2018 and is now a recognised giga project supporting Vision 2030 by providing housing solutions for hundreds of thousands of Saudi families. Our mission is to increase Saudi home ownership to 70% by the year 2030. So central to Roshan's vision is improving the quality of life in Saudi Arabia. Its communities will prioritize pedestrians over vehicles, promote healthy living, and encourage communal activities. Looking towards the next 10 years, we have a lot to look forward to, namely our flagship project Sedra here in Northern Riyadh. Sedra will provide more than 30,000 homes and will have over 300 amenities. تملك بيت العمر كان حلمنا وطموحنا من 10 سنين ماضية. كان كل تركيزنا وهدفنا على المجتمع اللي إحنا بنكون جزء منه، قربنا من الخدمات اللي حوالينا، قربنا من المساجد والمدارس. والحمد لله لقينا بيت العمر في حي سدرة من روشن. كل شيء تقريباً يبعد مسافة قريبة من البيت. الحي آمن ونشعر إننا جزء من مجتمع واحد. المساحات المفتوحة جميلة ومسطحات الخضراء بكل مكان. حي سدرة هو أفضل خيار لنا كعائلة، والحمد لله إنه أصبحنا جزء منه.